تنظم جمعية دار الكتاب المقدس سنوياً مسابقة كتابية لطلاب المدارس الكاثوليكية في الأردن، وهذا العام وللمرة الأولى شاركت المجموعات الكشفية في الأردن بهذه المسابقة بهدف الحفظ والتعمق في الكتاب المقدس. تفاصيل أوفى حول هذه المسابقة في التقرير التالي. أقامت جمعية دار الكتاب المقدس مسابقتها الكتابية للسنة الثامنة على التوالي بالتعاون مع مكتب التعليم المسيحي لطلاب المدارس الكاثوليكية، وجاءت هذا العام بمشاركة وللمرة الأولى للمجموعات الكشفية في الأردن. وتقدمت للمسابقة عن فئة الكشافة 9 مجموعات من خلال 18 فريقاً، جاءت بالتعاون مع الهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين، والتي أقيمت في مركز سيدة السلام، حيث تأملت الفرق ودرست في إنجيل القديس متى. وفي ختام جولة المسابقة الكتابية وإعلان النتائج، أقيم حفل تكريمي رعاه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، بحضور مدير جمعية دار الكتاب المقدس السيد منذر النعماد والأمين العام للهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتيني في الأردن القائد راكان فاخوري، وقادة المجموعات الكشفية المشاركة ولجنة التحكيم وعدد من الراهبات. هدف المسابقة أنه يعرف الطالب المسيحي كلمة الله، يتعلمها، يحفظها، يفهمها، يتعود على فتح الكتاب المقدس، وأيضا حتى ينمو في الإيمان ويصير يقدر يخدم في الحياة في مجالات الحياة المختلفة. واليوم كان يوم الفرح تبعنا، أنه ثمر الجهد تبعهم وهذا حصدناه مع إخواننا الطلاب، وكان إشي رائع جدا، وفعلا أعطونا نتائج مبهرة، وكانوا الحفظ والفهم وطريقة التنافس كانت فعلا منافسة مسيحية حقيقية. احنا شاركنا بهاي المسابقة مش بهدف الربح، شاركنا بهدف انه نكون كلنا ايد بايد ونتعلم اكثر شغلات عن الكتاب المقدس. احنا كان القيادة علمونا اكثر من شهرين، ضلينا متواصلين ايد بايد علشان نحقق انه نصير اكثر نتعرف عن الكتاب المقدس، ويصير جيل قادر على انه يفتح الكتاب المقدس ويتعرف على هيك شغلات. أما المسابقة التي جاءت عن فئة المدارس الكاثوليكية في الأردن، والتي أقيمت في مدرسة راهبات الفرنسيسكان بعمان، وشاركت بها 12 مدرسة موزعة على فئتين، تمثل الفئة الصغرى من الصف الرابع وحتى السادس، والفئة الكبرى من الصف العاشر وحتى الأول ثانوي، بمشاركة 22 فريقا، حيث درست الفرق وتأملت في إنجيل القديس يوحنا. وفي ختام جولة المسابقة الكتابية وإعلان النتائج، أقيم حفل تكريمي رعاه قدس الأب رشيد مستريح الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في الأردن، بحضور مدير جمعية دار الكتاب المقدس السيد منذر النعمات وأعضاء مكتب التعليم المسيحي وعدد من الراهبات ومسؤولي الهيئتين الإدارية والتدريسية في المدارس المشاركة. Thank you.
ويشار أن هذه المسابقة تقوم على مبدأ تحفيز الطلاب والطالبات من مختلف الأعمار على حفظ كلام الكتاب المقدس والتنافس معا في معلوماتهم الكتابية من خلال نظام دولي في التحكيم وتسجيل العلامات وإصدار النتائج.